السلام عليكم، معكم عبد الرحمن القصير، حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان، وأعمل في القطاع المصرفي، مهتم جدا بالرياضة بشكل عام والكروسفيت بشكل خاص. نقطة التحول هو اليوم اللي رجعت وقفت فيه على رجولي بعد معاناة من إصابة بليغة، يعني على أثرها فقدت ساعدي. أحب الرياضة طبعاً لأنها صحة، لأنها لياقة، لأنها ثقافة وجزء من نظام الحياة اليومي. رسالة المجتمع أن الرياضة تكون جزء لا يتجزأ من نظام الحياة اليومي، يعني مثلها مثل التنفس، مثل الأكل، مثل النوم. وأحب أذكر غالباً 80% من نجاح تحقيق الأهداف يكمن وراء الإرادة والعزيمة وتحفيز الذات للعطاء لجميع فئات المجتمع بدون استثناء.